سبعة أيام مرت على تنفيذ قرار إغلاق المقاهي والأماكن الترفيهية في محافظة ديالى، وبعدما كان نهر خريسان يعج بالشباب ليلا لم يتبقى الآن سوى هذه المقاعد الخالية التي تنتظر عودة الحياة إليها. عشرات العاملين في المقاهي تقطعت أرزاقهم وبانتظار قرار العدول عن الإغلاق. ما كلها قاعد العمال، هسه كلها قاعد العمال بالبيت مالتها ومعزلين، وبس انا على المطعم مفتح. خويا قدامك الصاله اثنين معزلات، ابو الشاي ماكو، ابو النراجيل ماكو، ابو الصاله ماكو، يعني كلها معزله، قازينات معزله. اقتراحات كثيره للعوده الى العمل من قبل اصحاب المقاهي، ومنها التعقيم المستمر وفحص الزبائن قبل الدخول باجهزه حديثه يتم توفيرها على حسابهم الخاص، وان استمرار اغلاق هذه المقاهي يساهم بشكل كبير بزيادة البطالة في المحافظة رغم تضامنهم مع إجراءات الدولة ضد فيروس كورونا. عندنا إجراءات الوقاية من باستخدام المعقمات، باستخدام جهاز مقياس الحرارة، نوقف عامل خاص يفحص بيده جهاز مقياس الحرارة، أي زبون يدخل نفحص أي الله يدخل. هذا على مود الناس والبطالة والعمال اللي تأذت وقطع الرزق. فيما أكدت قيادة الشرطة على إغلاق جميع المقاهي بعد صدور كتب رسمية من خلية الأزمة للحفاظ على المدينة والشباب من انتشار الفيروس، وهناك إجراءات صارمة بحق المخالفين. تقوم أفواج الطوارئ وكذلك مديريات شرطة الأقسام بإلقاء القبض على هؤلاء المخالفين وتسييرهم إلى القضاء لغرض ينالون جزاءهم العادل. ومن خلال قناتكم الموقرة يجب أن تكون هذه الأمور توعوية أكثر مما هي عقابية من أجل الحد من ظاهرة انتشار الفيروسات في محافظتنا العزيزة. وقد يساهم هذا الإجراء للحفاظ على الشباب ولو بشكل قليل من الإصابة بالفيروس، رغم امتعاض البعض على غلق المتنفس الوحيد في المحافظة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.